يما ايش قالت لك؟ يما شكلها بتوافق. والله يا يما تدري لو تزوجتها كان نطلع من الفقر اللي احنا فيه. وانا يما انت شنو؟ يما انا راح ارجع امشي، صحتي بترجع ولا لا؟ بترجع ان شاء الله بترجع. الحين الفرصه جت لي عندك، ما تدري يا يما يمكن الله حطها بطريقك علشان تحل كل مشاكلك. يما مريم هم رديت وفكرت ببنت الفقر هذه. يا يما مريم لو تحبك كان جت تسألت عنك، طلت عليك، شافتك، اقل ما فيها على الاقل كان جابت لك شده ورد. ايه شيك يا يما يا عيسى يا حبيبي، فكر معاي شويه. انا ابيك هذا الحكي كله تقطه ورا ظهرك، الحب والغرام الهيام هذا الخرابيط، هذا كله الحكي ما يوكل شعير. خبز يما خبز مو شعير، وبعدين هذه شده بقل والورد يقولون عنه باقه. الحين هذا كله هذا يبا هذا كله حنطه، والله شعير ولا خبز. حبيبي أبيك تفكر معاي شوي، أبي ناكل دسم، نب نضرب مفطح، نب ناكل قوزي. إيه الدسومة هذه عند منو؟ عند هذيك البنية طبعا. فكر يا يما فكر. وانت ليش بس همك بطنك يما؟ بس عاد تبين الصج، والله البنية حلوة جميلة. مو هي الحلوة يا يمة، مو هي فلوسها الحلوة، فلوسها اللي مخليتها حلوة وجميلة. إيه ويا يا يمة تدري لو عندي فلوس، تدري لو أنا بنت عز كان أزقر عمري 20 سنة ورا. إيه كان عبالهم الناس إن أنا أختك الصغيرة. الحين هي صغرة نفسي وانت عيونك خط كأنك جاية من بعيد. بعدين شنو أصغر نفسي؟ قوقوش أنتي. اخ يما انا همشي عندي صحتي ترجع، برجع امشي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانت تفكيرك بالفلوس وين؟ نيتك سودة يما. اقول انت صار لك ساعه تحكي بالتليفون، مع منو قاعد تحكي؟ مع الوالد الله يرحمه. يما ايش فيك؟ انا عمري سالتك شلون تكلمين بالواتساب، ليش تساليني؟ يما اعطيني مساحتي من الحريه، مو معناته انك امي تتدخلين بخصوصياتي، ما يصير. ايش تو؟ اقول ترى الحين انا قاعد اعاملك معامله سنعه علشان تو طالع من المستشفى، رد البيت يلا سلامه، تعرف معامله مرت الابو ديك الساعه. والله يما انا مصبرني عليك شيئين بس. ايه شنو هما ان شاء الله؟ خفت دمك وستايلك مال العبايه هذا لانه جديد، ولا كان من زمان طاردك من البيت. اعلمك انا اعلمك في البيت اعلمك. طولة لسانك هذا اعلمك انا.